الاستخدام المعروف لللاكتيولوز. في بقى يعني كنا بنسميه حتى ايه علاج الكرونيك كونستيبيشن از ان اوزموتيك لاكستيف. اوزموتيك قلنا يعني ايه؟ يعني هو بيمص الميه من البيئه اللي حواليه. الفكره كلها ان هو بيمص الميه ازاي، عايزك عارف بس ان اللاكتيولوز نفسه لما بيخش جوه الكولون، الكولون جواه حاجه اسمها النورمال فلورا. النورمال فلورا بتاعت الكولون تبدا تكسر اللاكتيولوز وتحوله لاكتيك اسيد واسيتيك اسيد. مبدئيا اللاكتيك اسيد واسيتيك اسيد الحاجات الاسيتيك دي بتعمل هايلي اوزموتيك بريشر جوه الكولون. قلت لك يعني ايه اوزموتيك بريشر؟ يعني يبدا يمص يابزورب، تعالى هو نكتبها كده تحتها، ابزورب الووتر from colon، يبدا يمص الميه للقولون ويبدا ايه ينفش، فيزود الفيكال بلك، حجم الفيسز، حجم الاستول، فتحس انك عايز تخش الحمام فتخش الحمام. غير كده اللاكتيك والاسيتيك اسيد بقى، تعالى بقى من هنا نبدا ناخد حاجات اكتشفناها بالصدفه. اللاكتيك اسيد والاسيتيك اسيد دول اسيدز، واي اسيد هينزل البي اتش، فلما ينزل البي اتش او يعمل هايلي اسيديك ميديوم في الكولون اللي هو اصلا كان بيزك ميديوم، الهايلي اسيديك ميديوم ده الحاجه الحلوه اللي فيه ان لو حضرتك عندك سالمونيلا ده بيمنع او بيبقى بريفنتيف للسالمونيلوزس. يعني الناس اللي عندها سالمونيلا لو جات لك روشتة، واحد عنده تسمم، تسمم بسبب السالمونيلا، سالمونيلا بوزيتيف عنده سالمونيلوزس، هتلاقي الدكتور كاتب له لاكتيولوز. طب ايه الفايده؟ يعني ايه فايده حاجه اوزموتيك لاكستيف في حاله السالمونيلوزس؟ قال لك هو الاوزموتيك لاكستيف ده نفسه ملوش علاقه بالموضوع، انما هو الفكره ان على جنب اللاكتيولوز ده بيطلع حاجه اسمها لاكتيك اسيد واسيتيك اسيد، يقلل البي اتش بتاعت الكولون اللي هو اصلا كان بيزك، يقلل البي اتش فيحوله لاسيتيك. البيئه الاسيتيك دي انفيفربل، مش حاجه محببه، unfavorable لمين؟ للسالمونيلا. اوكي جميل جدا. طب ده كده استخدام على جنب، هل في استخدامات ثانيه على جنب اللاكتيولوز؟ اقول لك اه، ده استخدام ده خطير جدا 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 في حاجه اسمها الهيباتيك انسيفالوباثي او البورتال سيستميك انسيفالوباثي. تعال نقسم كلمه انسيفالوباثي ديت لكلمتين، انسيفالو او انكفالو ليه علاقه بالدماغ، باثي يعني مرض، هو مرض في الدماغ بيجي بسبب ايه؟ بسبب كمية الأمونيا الكتير جدا 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 في الدم. طب الأمونيا الكتير جدا جدا في الدم دي جت منين؟ قال لك بص يا سيدي، الأمونيا لما بيجي يحصل لها حاجة اسمها ديتوكسيفيكيشن، بيحصل لها ديتوكسيفيكيشن في الليفر. اوكي؟ فالليفر دوت عشان ما يعديش الأمونيا على الدم وما يوصلهاش للدم، بيعمل حاجة اسمها البورتال فين أو البورتال سيركيليشن. البورتال سيركيليشن دي معناها ان بياخد الحاجه من بقيه الاورجن وهو من نفسه بيعمل لها ديتوكسيفيكيشن بدون المرور على الدم، يعني مش الدم هو اللي بيوصلها له. طب ايه الفكره؟ الراجل اللي عنده مشكله في الليفر، عنده ليفر فيلير، فشل في الليفر، عنده الهيباتيك انزايمز بتاعته واقعه على الارض خالص، الدنيا بايظه معاه خالص، الليفر ده واقف تماما. الهيباتيك انسيفالوباثي ده بيجي عن طريق ان الليفر بايظ، فيبدا يتراكم الامونيا جوه الليفر، فتبدا تتراكم الامونيا دي جوه الليفر كتير كتير كتير، تبدا تعدي من البورتال سيركيليشن لحاجه اسمها السيستميك سيركيليشن. يعني يوصل لايه؟ يقول لك والله بيوصل للبلد، والحاجه اللي بتوصل للبلد ايه دي؟ اهو بتوصل للبلد. مشكله ان هي وصلت للبلد ده معناها ان هي ممكن توصل للبرين لو هي كانت حاجه لايبوفيليك كفايه. هقول لك ان الامونيا لايبوفيليك كفايه انها هتعدي للبرين، فيبدا الراجل ده يحصل له ايه؟ يحصل ان الامونيا تتراكم جوه البرين بسبب الليفر فيلير اللي عنده دوت. فالامونيا تتراكم جوه البرين، يبدا يحصل ديلوجنز، هالوسينيشنز، هلوسه واوهام، وممكن يبدا شويه بشويه ايه؟ تلاقيه فجاه بيغمى عليه كده ويفوق، يغمى عليه ويفوق لحد ما ممكن يخش في كوما، الموضوع كميه الامونيا تزيد فيوصل لكوما. طب انا الموضوع ده عشان احله اعمل ايه؟ قال لك والله انت هتدخل اللاكتيولوز هيعمل حاجتين، هيوقف انتاج الامونيا ويزود اخراج الامونيا. طب يعني ايه؟ قال لك اول حاجه يزود الامونيا سكريشن. طب هو هيعمل امونيا هيزود الامونيا سكريشن ازاي؟ قلت لك هي الحاجه لو كانت ايه كفايه هتعدي للبلود برين بارير، قال لك لو كانت لايبوفيليك كفايه. طب انت حل الامونيا ان هي ما تبقاش لايبوفيليك، حط عليها تشارج. طب الحاجه البيزك اللي هي شبه الامونيا لو عايز احط عليها تشارج احطها في بيئه اسيدك. اوبا، احنا مش لسه قايلين من شويه ان اللاكتيولوز بيتكسر اللاكتيك اسيد واسيتيك اسيد في الكولون فبيعمل بيئه اسيدك، يبقى اول حاجه هنعمل حاجه اسمها امونيا ترابنج، هنحبس الامونيا جوه جوه الجسم ما توصلش للبرين او ما توصلش للبلد سيركيليشن. فايه اللي هيحصل؟ الامونيا هيتحقق عن طريق البيئه الاسيدك اللي هي اللاكتيك اسيد
اللاكتيك اسيد والاسيتيك اسيد تحولها لامونيوم سولت. الامونيوم عليه ايون اهي من فوق عليه تشارج امونيوم ايون، والحاجه اللي عليها تشارج دي ما تعديش البلود برين بارير فتفضل محبوسه، حاجه اسمها امونيوم ترابنج. وتاني حاجه احنا اصلا قايلين ان هو اوزموتيك ديوريتيك او اوزموتيك لاكستيف. والاوزموتيك لاكس ده بيزود الاكسكريشن، ما انا حبستها في القولون خلاص دلوقتي ما عدتش للدم، ده اول حاجه واهم حاجه. وطالما ما عدتش للدم مش هتفضل محبوسه وقاعده، لا ما هتنزل مع ايه، مع الستول، فبتزود الاكسكريشن. تاني حاجه اني اقلل البرودكشن بقى اصلا، وده الاهم، ما انا غير ان انا مش عايز اللي اتكون ده عايز اطرده، لا ده انا عايز اوقف ان حاجات جديده تتكون، امونيا جديده تتكون. هنلجا برضو لكلمه ان في حاجه اسمها لاكتيك اسيد واسيتيك اسيد، هايلي اسيديك ميديوم. الهايلي اسيديك ميديوم ده اللي هو اللو بي اتش دير مش مناسبه لنمو مين؟ قلنا مش مناسبه لنمو السالمونيلا، ومش مناسبه لنمو حاجه اسمها يورييز بوزيتيف بكتيريا. اليورييز بوزيتيف بكتيريا دي بتحول اليوريا لامونيا. طب ما مش وقت خالص دلوقتي، فهي بتقلل اليورييز بوزيتيف بكتيريا، فدي تمنع الخطوه ديت وتزود اليورييز نيجاتيف بكتيريا اللي هي بتمنع اليوريا انها تتحول لامونيا، فهيقلل البرودكشن اصلا بتاع الامونيا. وحاجه تانية ان في حاجه لسه تحت الدراسه كده، ان الجلوتامين ده امينو اسيد مع الميه عن طريق انزيم اسمه جلوتامينيز بيتكسر لجلوتاميت وامونيا. طب انا مش عايز الموضوع ده يحصل. قال لك في دراسه بتقول دلوقتي ان اللاكتيولوز از جلوتامينيز نيجاتيف. لاكتيولوز جلوتامينيز نيجاتيف او جلوتامينيز انهبيتور بيوقف اصلا الجلوتامينيز، فيوقف برضو البرودكشن بتاعه الامونيا، فيزود يقلل البرودكشن بتاعها ويزود الاكسكريشن كمان بتاعها. يا رب تكون الحته دي وصلت، لان الحته دي مهمه جدا 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 جدا.